هذا روح جوجو أو منافقين تدهن ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما شاء الله يره ما شاء ما تلقى سعطة. لكن علي بن أبي طالب مركي عمر بن عبد الود قد كجيس كسوق الشفرس كأفر كلا سوا علي بن أبي طالب أفرس كجوي من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذا ننكاس أو قيمها سجوا نتذكر وكجرا ننكان كهذا دك إيمان يسحب ستر تهنا وان كجرا نصرك يا دبايشي إلى يسوع دير دولة داري نقد لما كي يلا شو شيء أو حدا يسوع يصير وانا يان شو محمد عبد الباري يا رامو كده تبغى تكالو وانا دماه إن شاء الله مولانا هذه مركّة وش لا يدرى أن صار لافتنا هذه دار لصو صارع وحلا وش اللوغو تلاقى دات كاس دات كأهل هاي ما شو أكجرا علم إذا ما اعتاز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز هذه علم الله ربه إلا حلو فوق هذا محاكمنا لجوه لما كان عدالة دادتك الرواوة دادتك علم الفقه كتفقه تخصصا دادتك الله صوحوا لأي مركا إني فقايهين وي خبيريهين وي دادتك حدنا حسلا إلي دولة نمضو حسلا أنا أتير الدقنان ننهي برغي سقبو دق دق هدين الله صادره وان عيابون عليها مركا الدقنان أصاحبة وبارنما أصاحبة أو تقوية صلاح كمغضان أو علماء ذي أخيارت علمنا ما شيء ذي وحكة ما شيء جوكت أي وحكة ميزانتا يكون كتب تدك برا دادا متون تدك بروها متون الفقه يا الحفظي أو لقبحة متون النحو يا الحفظي أو لقبحة شنو الشيق الشيقة يا متون القراءة لقبحة هذا ده جيسة واحد وشعور عني الفيدي أو علم الورثة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد نمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا والرجل من الكرة من شنووي أوي من الشنووي أسوأ دلدلة أسوأ سازلي رقاس مركة أصاحب ما دد أهل كيدا دولة دواهي ستا أكا نحصو دموت ستو تدا هلانا هنوصل صارتو ماشان جوجنا واقصو دمانينونا وانا كدعينا إلهينا وبرينا إلهنا أقبل انتينا نو مؤمنين أهل التوحيد وعلماء ديا دور ردك أسره ذا ملكو تعالو دعا الله كان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وفقكم الله وفقكم الله ووفقنا كلمة نواك دبرورة دولة دي أن من كان إسلام تقال يا عددك كسوفك شعب قدن وصومالي دولة تتاي شعب قدن ما نمان كالدريرة وكان قريه هربادي وغاتين قف بماشي جوتاك قنتتي تقال كمركة وكل دولة خلية معها مركة انت عشنو باكو راح يسن خير انها ينسيو ما بدش سيدي علي يا شيخ هذا هو مهد سيهي الشيخ موسى عدي